عراق الحضارة والصالة والعراقة والمحبة والسلام، في عراق الشموخ والصمود والعز والنور والكفاح والسلاح، في عراق المجد والتاريخ والعروبة والثقافة والعلم والأدب، في عراق الأنبياء، في عراق العلماء والشعراء والأدباء والعباقرة الأكفاء، في عراق الرسم والنحت، في عراق الرواية والحكاية والفن والموسيقى، في عراق ألف ليلة وليلة، في عراق السندباد وشهرزاد، في عراق علاء الدين وعلي بابا، في عراق بغداد والبصرة وأربيل والنجف وبابل وكركوك والأنبار والموصل، في عراق المكتبة الأولى والحرف الأول، في عراق الحديقة القديمة ومنبع القانون، في عراق الماء العذب، في عراق شط العرب، في عراق دجلة والفرات، في عراق النخيل والهواء العليل والشعب الطيب الشهم الأصيل، في عراق اشقد حلو عيني، في عراق أحبك هوايا، في عراق هلا بيكم هلا حياك بمكانك، نحن معكم في كل لحظة حزن وفرح، لستم وحدكم أبدا. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربة ماي عند الفوز هو سيف المجرب، هو سيف المجرب. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربة ماي عند الفوز هو سيف المجرب، هو سيف المجرب. واحد ومشقى ويفوق طولة جنة ملوية، من يركض يغز القاع هجمة وغزة أرضية، واحدهم شقا ويفوت طولة جنة ملوية، من يركض يهز القاع هجمة وغزة أرضية. رغم جروحه ما يتعب هذا السيف المجرب، رغم جروحه ما يتعب هذا السيف المجرب. بالساحة بس احنا نلعب عدنا الصعب لا ما يصعب، انت عبو لا ما نتعب، ما نتعب لو مية شوط، لا لا ما نتعب لو مية شوط، لاعبنا طلقة بهجماته الطوبة شقها بكلاته، كلها تسولف بضربات، ضربات الجول يشيله، ضربات الجول يشيله، ضربات الجول. لكل بداية نهاية، نهاية اليوم هي بطولة المؤسسات الذي شارك فيها 8 فرق، لكن من خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية الصحة وفريق نقابة المعلمين بقيادة الكبير الأستاذ عقيل جعفر الذي عازم على الانتصار في هذه البطولة لكونه صاحب النسخة الأولى واليوم النسخة الثانية، هل يحصد كأس هذه البطولة أم لفريق الصحة له رأي آخر؟ نعم الأستاذ عقيل لا يقف عند هذا الحد فقط، بعد ذلك ذهب من أجل إقامة بطولة للراحل المرحوم سامر منغر رحمه الله وأسكنه في واسع جنانه إن شاء الله، حيث نظم بطولة تحت تسمية المرحوم سامر منغر على قاعة المحاويل المغلقة بإدارة الأستاذ ضياء حسين، حيث ضمت هذه البطولة العديد من الفرق المشاركة. أتكلم عن مدارس المشاركة في هذه البطولة على مستوى قضاء المحاويل، كانت بطولة متميزة وفريدة من نوعها على الأجواء التي كانت حاضرة في تلك البطولة، لا ننسى على رأسها رئيس نقابة بابل الأستاذ ثائر عبيد هجول بشكل عام في محافظة بابل، لكن بشكل خاص على رأسها كان الأستاذ رئيس نقابة قطاع المحاويل صفاء العدني، جهود مثمنة على مدار البطولة تحتسب لهذه النقابة نقابة المعلمين. لكن اليوم في هذه الأمسية الأخيرة نقابة المحاويل تتأهل إلى المباراة النهائية من أجل ملاقاة فريق الصحة بقيادة الكبير أحمد محمود
نتمنى الموفقية لنقابة المحاويل وكذلك لفريق الصحة، وكذلك الشكر موصول لجميع الفرق المشاركة على مدار هذه البطولة، بطولة المؤسسات على أرضية ملعب شهداء أبو الزيارة، وأخص بالذكر نقابة المحامين والصحة والكهرباء ونقابة المعلمين ومدرسة التضامن والبلدية ووزارة الشباب والصيادلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم في كل مكان وبكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أمسية من أجمل الأمسيات في بطولة المؤسسات التي يعشقها الملايين ويتأسسها الصحة والمعلمين هنا في استاد ملعب شهداء أبو الزيارة، البطولة الدراماتيكية النموذجية. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه، والحياة والنجاة والهناء. قائدها علم وتاريخها كتابة بالقلم، أسطورتها يتحول إلى أساطير وبعدها تحول إلى كرة القدم. كارية في أرضية الملعب يصوت بها لنقابة المعلمين بعدسة المصور حيدر ماجد وحكام وقيصر طير. لذتها بملذة القلم وعقولها يجتاز الملاحين، طاحونتها قدمهم وأسطورتها المعلمين بعقولهم. هل سيجتاح الصحة؟ لكن ننوه بأن الصحة من أين أتى؟ نعم، أتى بتعليم المعلم، لكن المعلم من يعالجه؟ هو الصحة. الصحة بواسطة المعلمين. ها هي ليلى وها هي الأمسية مشاهدينا الكرام. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لك أخي أستاذ حيدر المصور المبدع الذي نجده دائما في كل المحافل. في البدء نبارك للأخوة نقابة المعلمين قطاع المحاويل فوزهم على فريق صحة المستشفى المحاويل. حقيقة هذه الفرق اللي شاركت أكثرها فرق المؤسسات اللي تكونت من الصحة، النقابة البلدية، كذلك احنا نقابة المحامين. حقيقة أجواء جميلة تسودها المحبة والتعاون وشد الآصرة بين الأخوة بكل مؤسسات الموجودة في قضاء المحاويل. لإدارة ملعب شهداء أبو زيرة حقيقة كانوا منظمين جيدين. شكرا للمبدع أستاذ عقيل القرعاوي على هذه البطولة الجميلة، وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفاء سامي علي رئيس نقابة المعلمين قطاع المحاويل. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا اليوم المباراة النهائية بين مؤسسات التي بين مؤسسات قضاء المحاويل التي أقيمت بين فريق مستشفى المحاويل العام ونقابة المعلمين في المحاويل، وكانت مباراة ممتعة ومباراة قوية وتكللت بفوز فريق نقابة المعلمين في المحاويل على فريق مستشفى المحاويل. نبارك للأخوة في نقابة المعلمين فوزهم هذا. كانت مباراة لطيفة وأجواء حماسية وحضور لطيف من قبل الأخوة المشجعين، ونحن بدورنا ندعم إقامة مثل هذه المباراة للتنفيس عن الجماهير. مهندس جواد التميمي المعاون الإداري للمستشفى. رفعتوا رأسنا بذيك، رفعوا رأسنا بهاية، شعبكم من تنظر فرحة عرق تعذب بهواية. رفعتوا رأسنا بذيك، رفعوا رأسنا بهاية، هلا هلا والكاس الكاس لكمالتنا الكاس، ويلي والكاس الكاس لكمالتنا الكاس. نجيبوا القال يلا سباح، واسم الملعب سباية، خلوها تطخ الغيم لا تنزلوها للواية، جيبوا الفوز يلا سباح، واسم الملعب سباية، خلوها تطخ الغيم لا تنزلوها للراية. وحق الاسم عباس نبجيهم، عراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس، وحق الاسم عباس نبجيهم. ولش كره خطيره على القائم الثاني، الراس والهدف، الهدف العراقي الاول، مصور حيدر ماجد للإنتاج والتوزيع الفني. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دعما منكم لنا ليصلكم كل جديد.